نروح بقى الخبر مهم عن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي للإعداد لاحتفالات تدشين النجمة العشرة على شعار النادي وأيضا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي. اللجنة انتهت في اجتماعها الأخير بالأمس إلى التصور النهائي للاحتفالات، وكان فيه كمان عدة اقتراحات متعلقة ببرامج الاحتفاليات والمواعيد المناسبة ليها، وإن شاء الله اللجنة هتقوم بعرض هذا التصور على كابتن محمود الخطيب النهاردة لاعتماده واختيار الموعد المناسب قبل انشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد. مجلس الإدارة كان في اجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض بالتحديد وعرض الاقتراحات على السيد رئيس النادي. جميل جداً.